نروح للخبر بقى اللي بعد كده، الخبر طبعا اللي بيهم كل مشاهدينا وكل الناس اللي عندهم مشاريع تجارية وعندهم محال عامة. النهاردة بدأت وزارة التنمية المحلية تفعيل قانون المحال العامة اللي هو رقم 154 لسنة 2019 ولائحته كمان التنفيذية بمحافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى توفيق أوضاع غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد. وتنقسم رسوم الرخصة في قانون المحال العامة إلى في حاجة اسمها رسوم معينة وفي حاجة اسمها رسوم ترخيص. ووضع قانون المحال العامة حد أقصى لرسوم المعينة 1000 جنيه، يعني ممكن تبدأ من 200 جنيه ل 1000 جنيه، ورسوم الترخيص بتبدأ من 1000 أو 2000، من 1000 جنيه حد أدنى لغاية 100000 جنيه كحد أقصى. وكلمنا عنها كمان إن الحاجات ديت يعني تخص كل المحلات، الكافيهات، محلات الأكل، عربيات الأكل اللي هي السريعة ديت، عربيات الشاي، لكن العربيات اللي فيها فرن دي ليها تراخيص خاصة. لكن تعالوا نعرف تفاصيل أكتر كمان. والنهاردة زي ما احنا قلنا كده بدأت وزارة التنمية المحلية في تطبيق القانون أو تفعيل القانون. معنا الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والتطوير الحضري. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم وكل السادة المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك يا فندم. طيب يا فندم. يا فندم، يعني النهاردة وزارة التنمية المحلية خلاص فعلت القانون، وكل دلوقتي اللي عايز يروح يغير نشاطه، اللي عايز يروح يفتح كافيه، اللي عايز يروح يفتح حلاقة، كوافير، مطعم، ملابس، يروح يقدم على طول النهارده. هو النهارده طبعا البدايه الفعليه لتفعيل قانون 154 لسنه 2019. نعم. من خلال 339 مركز او وحده لاصدار التراخيص على مستوى الجمهوريه. يمكن محافظه القاهره امبارح اعلنت ان في 37 مركز لاصدار التراخيص، والمجتمعات العمرانيه اعلنت برضو ان في 25 مركز لاصدار التراخيص، وكل محافظه لها عدد معين من المراكز الخاصه بالتراخيص. اللي بيتميز هذه المراكز ان احنا كنا اكثر من شباك واكثر من جهه، النهارده شباك واحد هو اللي بيتم موافقه واحده عليه. يعني يا فندم جهه واحده، شباك واحد، موافقه واحده، دي حاجه كويسه جدا جدا جدا. طبعا، وطبعا الاوراق فيها يسر وسهوله غير الاول يا فندم. قبل كده كان الامور فيها صعوبه شويه، انما النهارده عقد ملكيه وصوره بطاقه رقم قومي، رسم هندسي، لو هيفتتح مشروع ليه علاقه بالغذاء بيجيب شهاده صحيه، وبعد كده في خلال 90 يوم النهارده لو الجهه ما ردتش عليه بقوه القانون بيكون مرخص طالما استوفى. وفي نفس الوقت برضه ميزه الترخيص عبر الانترنت وبالاختار برضه، يعني الامور بدات تبقى فيها يسر وسهوله غير الاول، خاصه زي ما حضرتك اشرت لحته جميله جدا في البدايه ان قلت الاقتصاد غير الرسمي. والاقتصاد غير الرسمي في مصر يعني احنا عندنا يعني 2.6 تريليون جنيه من ناتج الاقتصاد الرسمي للدوله اقتصاد غير رسمي، يعني حوالي 42% من الاقتصاد غير رسمي. عندي 5 مليون بائع جائل، عندي عدد من المحلات كبيرة جدا غير مرخصة، يعني المرخص كله لا يتجاوز 10%. فبالتالي النهاردة الدولة حطت كل الإمكانيات في هذا القانون عشان نضم هذا المشروع الكبير ويبقى كله تحت رقابة الدولة ويبقى في جودة في المنتج وكده. نعم. طيب دكتور حسين، يعني هل الشرطات الأمنية بتختلف من نشاط لنشاط؟ طبعا يا فندم، هو بيطلب طبعا الاشتراطات بالنسبة لي بيدي رخص طبعا اللي هي الرخصة المؤقتة دي، بيكون ممكن أنا بطلب فيها أن هي رخصة مؤقتة ولا تصريح يا دكتور؟ لا، هو بيبقى رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات بالنسبه لبعض للعقارات اللي احنا بنقول عليها غير مرخصه او جاري ترخيصها، بس بشرط، عشان في ناس برضو فاهمه الجزئيه دي غلط، يعني بشرط ان يكون في تقرير صادر بالسلامه الانشائيه للمبنى. عشان دي مهمه جدا، عشان في ناس فاكره ان العقار ممكن يكون هيقع فانا بالتالي اخد عليه رخصه فهكذا. لا، الموضوع بتشترط على فكره بتقرير هندسي يؤكد السلامه الانشائيه للعقار لحين يعني يخلص اجراءات التصالح، فبالتالي بياخد الرخصه المؤقته. حضرتك برضو اشرت في حته في البدايه ان بالنسبه لعربات الطعام، اول على فكره هو قانون المحل بيشمل عربات الطعام، بس طبعا هو في قانون بينظم
هذا الموضوع اللي هو قانون 92 لسنة 2018. ويمكن يعني احنا انا قلت يا فندم العربيات اللي فيها فرن ديت بيبقى ليها تراخيص خاصة. بس عربات الطعام اصلا في قانون صادر ليها اللي هي قانون 92 لسنة 2018، رغم ان عندنا على فكرة قانون 154 بيشمل الثابت والمتحرك، وحتى الخيم على فكره قانون المحل العامه بيشملها، يعني كمان حتى لو خيمه الخيم بتاعت رمضان كمان يعني، والمعارض والحاجات دي اللي هي نعم. اللي هو الباع اللي هم بيبقوا في المواسم معينه زي مواسم المولد النبوي وهكذا، يعني فهذه برضه بيشملها هذا القانون. يمكن في مرونه في هذا القانون، عشان كده الدوله يعني مسهله الاجراءات بشكل كبير جدا، ونتوقع نعم. ان شاء الله يكون في نسبه كبيره جدا من الموارد اللي هي برضو هتخش في ال 25,000 مشروع اللي الدولة شغالة فيهم حاليا. طب يا دكتور حسين، يعني حضرتك تعرف كم واحد اتقدم النهاردة؟ حوالي قد ايه؟ لا هو طبعا هو التقارير بتصدر من المحافظات، من المحافظات نعم من نعم. المحافظات حسب طيب. كل محافظة وحسب كل طيب يا دكتور حسين، احنا العدد المتوقع كبير، يعني احنا الموضوع يعدي 10 مليون. ايوه 90% من المحلات مش مترخصه. ده امر واقع ولازم ناكده يعني. فطبعا هو بس اللي يمكن الميزه في الموضوع ان الادارات المحليه. طيب انا في سؤال يا دكتور حسين، الموظفين. طيب دكتور حسين، في سؤال كده يعني، واكيد كمان هيهم كمان برضو المشاهد. احنا بنقول ان الترخيص بيبدا من 1000 جنيه ل 100000 جنيه، طب ازاي هيتحدد 50,000 60,000، او ده ب 1000 ده ب 10 ده ب 100 ده ب 70، تتحدد ازاي؟ ما انا هقول لحضرتك هي بتتحدد ازاي. يعني مثلا هقول لك مثلا على سبيل المثال، في ناس مثلا بتتكلم في موضوع الشيشه، احنا الشيشه مثلا على سبيل المثال بتترخص في الكرة والعزب والكفور والنجوع من 600 جنيه ل 800 جنيه. ايه اللي 600 جنيه؟ معلش تانية. ترخيص الشيشه اللي هو مثلا في القهوه مثلا، اديك ترخيص الشيشه ب 600 جنيه؟ من 600 ل 800 بالنسبه للقرعه. للقرعه. القرعه والعزب والكفور والنجوع. نعم. تمام؟ من 2000 ل 8000 جنيه في المدن والاحياء. الاماكن المميزه بتبقى 10 جنيه. سوري 10,000 جنيه. على طول. على طول. ده الشيشه يعني بس، مش رخصه المحل. لا ده الشيشه بس. الشيشه بس. ده انا بديك نوع بس من انواع الترخيص. نعم. فبالتالي النهارده العزب والكفور والنجوع بيبقى العدد برضو اقل شويه بالنسبه للترخيص، يعني ممكن تلاقي 75 جنيه رسم ترخيص، فبالتالي بالنسبه للقرى يعني، فبالتالي هي حسب المنطقه وحسب ولا على حسب مساحه المكان يا فندم؟ ما هو المنطقه والمكان يعني مثلا المكان. لو منطقه مثلا مميزه ومكان مثلا 200 متر، ما هنا في الحاله وعدد كمان اللي بيخشوا المحل او عدد الزوار او الجست يعني، عدد الزوار هي المساحه مع المكان المميز، بس في الغالب المنطقه بيبقى لها سعر محدد، يعني مثلا منطقه الزمالك لها سعر محدد. نعم. منطقه شبرا لها سعر محدد، المناطق اللي في القرى برضو لها سعر محدد، فعشان كده يمكن هي الدوله في قدرتها حسب المناطق عشان يبقى في نوع من العداله الاجتماعيه بالنسبه. طب وبالنسبه للمدن الجديده برضو يعني لسه ما فيهاش عمران قوي برضو تختلف؟ هو المدن الجديده لها ضوابط طبعا هي خاصه بالمجتمعات العمرانيه. دي ضوابط خاصه ثانيه. نعم. دي قصه ثانيه، بس برضو هي خاضعه للقانون. تمام. والحته الثانيه حضرتك برضو عارف ان المجتمعات العمرانيه محدده الاماكن اللي هي فيها الترخيص، يعني مش مستحيل هترخص مثلا في مكان تبع المجتمعات العمرانيه اسفل عقار او كذا، لا هي محدده المناطق بتاعتها، السناتر اللي هي موجوده او الاماكن التجاريه على هذا الاساس، ففي اطار محدود برضو لازم نبقى عارفين المجتمعات العمرانيه فيها نوع من الانضباط شويه. بالنسبه برضو في حته مهمه، عشان في ناس برضو بتتكلم على فكره الورش. بتتكلم عن ايه يا فندم؟ عن ترخيص الورش. ترخيص الورش. الورش طبعا بالذات في يعني فيها لغط كتير، بس احنا عايزين نوضح. ما هو اصلا الورش ديت يا فندم يعني دي من ضمن المحلات اللي هي غير صديقه للبيئه. غير صديقه للبيئه، فعشان كده هي ما فيهاش نوع من الترخيص بالنسبه لو في داخل الاحوزه العمرانيه، صعب جدا هيبقى في ترخيص للورش، بس عشان نطمن الناس بخصوص هذا الموضوع، ما فيش ترخيص للورش داخل الاحوزه العمرانيه. نعم. يعني اسفل العقارات والكلام ده مش موجود تماما، لكن المتواجد ده طبعا احنا بنحترمه عشان قوه القانون وان هو خلاص خد رخصه. بس نعم. طبعا في برضه حته مهمه، ان اي محال بتصدر منها اي ازعاج
بيتقدم الاهالي الى بشكوى الترخيص وبيتم على فكره الغلق بشكل سريع يعني. طب ما اكيد يا فندم لو فيها ازعاج يا فندم مش هيدوها رخصه يعني، مش هو بينزل يعمل معاينه؟ هو بينزل يعمل معاينه دكتور الاول. ما هو بس في حاجه، ما هو بعد ما بياخد الترخيص ممكن يصدر منه ازعاج للسكان. يعني يعمل ازعاج بعد ما ياخد الرخصه. بعد ما ياخد الرخصه، ما دي برضه جزئيه مهمه عشان بس الناس تبقى فاهمه. طب وبالنسبه للغرامات، طب يا دكتور يعني مثلا واحد خد رخصه مثلا محل بقاله، سوبر ماركت بقاله، وبعد كده راح فتحها مثلا يعني احذيه او لبس، هل ده طبعا هنا في الغرامات بتصل ل 20 ل 50، بس 50 في حاله التكرار. 50,000 في حاله التكرار يا فندم. تمام، 50,000 في حاله التكرار لو كرر المخالفه، بالتالي هنا بيكون العقوبه مضاعفه شويه. نعم، الدكتور الحسين حسان خبير التنميه المحليه والتطوير الحضاري، شكرا جزيلا لحضرتك.